ولذلك لا ينتقص قدر العلماء الكبار أو أنه لا ينهج منهجا مخالفا لهم أو أنه يرى نفسه أنه قد وصل إلا وبه خبث في نفسه. لما؟ لأن به شبه من حيث الصورة في بعض الصفات شبه بإبليس، لأنه يرى أن له قدرا وأن له مكانة. ولكن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. كيف تتواضع لله؟ أن تعرف قدرك وأنك جاهل وأن الله عز وجل قد علمك. هنا تواضع، لما يأتي الشرع ويأتي الحق أقبل على العين والرأس. لما والله مثلا أسأل عن مسألة لا أعلم بها، لا أدري.